ازاي الانبا ساوفيلوس قبل قدسك في الدين؟ ازاي انبا سيسيلس قبل؟ اولا كان بيني وبينه صداقه، وكان يعرف اخلاقي ويعرف ابويا ويعرف امي ويعرف اخواتي، فلما طلبت ان انا اروح الدين هو بس قال لي انت كبير، لان جيت عندي 47 سنه. انا اتكلمت معاه قلت له يعني ايه انت، ما انت عارف ان انا كنت وظيفه وماشي في حكم ربنا يعني، قلت له ما تخافش مني يعني انا كويس. قال لي لا انا عارف، وقابلني الراجل يعني عشان عارف اخواتي. قبل قدسك سنة كام؟ نعم، سنة كام الكلام ده؟ 1970. طب وقدسك ليك علاقة مع البابا كارلوس؟ لا، ما أو في مقابلة حصلت قبل كده؟ في مقابلات كتير. طب قول لي كده يا ابونا واحدة منهم. أقول المقابلة الحلوة ولا الوحشة؟ قول الحلوة وبعد كده الوحشة. المقابلة الحلوة، لأن هو أول ما دخل جديد سلمت عليه وبوست إيده ويا دوب دخل جديد. أما المقابلة الزفت، أنا كنت راكب عربية وشفت واحدة مش كويسة، فبصيت لها بنوع من الشهوة. كنت صغير، ما كنتش كبير، كان الكلام ده بقاله مدة كبيرة. وبعدين أنا لما بصيت بمنظر الرولية الوحشة دي، قال أخويا قابلني في السكة، قال لي الأنبا كله طلب مني خدمة وأنا قضيتها له، تعال نروح أقول له أنا عملت لك اللي أنت عاوزه. فروحت وبعدين حكى له على اللي عامله معاه، وبعدين قال لي تعالى سلم على سيدنا. سيدنا عرف بالروح حكاية الولية الصبح، فما رضاش يسلم عليا، وأنا انكسفت قوي لأن الولية دي كانت لابسة لبس وحش. وأنا بقى مش نفس الحكاية دي، سيدنا عرف إيه اللي حصل، عرف إيه اللي حصل، عشان الإديسين يعرفوا كل حاجة، وربنا طبعا أكتر كل واحد منهم لما حصل يعمل حاجة وحشة تزعله بيفهم كويس وبيعرف كويس وبيشوف، والملائكة بتشوفه كلهم بيعرفوا. الواحد ما يصحش يعمل حاجة وحشة. قدسك كنت قلت لي قبل كده ان قدسك خدمت مع البابا شنودة. اتخانقت؟ خدمت مع البابا شنودة. اه خدمت. ده كان سنك كام يا بابا؟ سنة حوالي 72. ده قدسك قعدت معاه كام سنة؟ قعدت معاه مش عارف 6 أشهر. طب وقدسك مسكت الرباطية سنة كام؟ مع الأنبا توفيلوس قعدت 17 سنة، لما نقلت كتير قعدت كتير، قعدت 17 سنة.